أحيت الفنانة التشكيلية سوسن الزعبي معرضها الفني في صالة عشتار بدمشق لتأخذنا من خلاله بجولة مليئة بالحب تجسد حارات دمشق القديمة ومدى عراقتها وأصالتها. أغلب اللوحات هن دمشقيات، هن عن الشام. طبعاً في مواضيع تانية، بس هون المعرض هو منه تجربة جديدة، يعني هو تقريباً آخر 10 سنين شو كان فيه. وهن بيتنوعوا بين تقنيتين، بين تقنية الكولاج والرسم بالأكريليك. هلأ الملاحظ إذا صورتي في مثلاً هن كلهم شيء 4 لقطات، بس هدول 4 لقطات عاملين 30 لوحة. فنانة سوسن الزعبي فنانة مميزة بالوسط التشكيل السوري، عملت بصمة يعني ورؤية خاصة فيها بمجال الكولاج، مجال اللوحة، وأعطت طبيعة أو تميزت بموضوع دمشق القديمة برؤيتها الخاصة. وهي اللوحات اللي عم نشوفها لوحات بتنم عن شعور كتير جميل، في خبرة بالعمل، في تميز، في رؤية، في تشكيل جميل، في رؤية بلاد دمشق القديمة بمنظارها الخاص. كانت التجربة هي نتيجة رؤية متجددة عم ساويها بفن الكولاج. كان العنوان هو دمشق. دمشق حقيقة هي موزايك هائل، ممكن يغني كل الفنانين التشكيليين ويعطيهم إمكانية للعمل المتجدد أو غير النمطي. فهالموزايك الغريب هيدا الدكتورة سوسن قدرت تاخده وتشتغل عليه. الجديد اللي هون انه المعرض ما هو فينا نقول فقط امتداد للتجربه بقدر ما هو استعادي، يعني تناولت في دمشق بكل جوانب التقنيه اللي يعني ممكن المصور الفنان المصور يقدمها خلال تجارب طويله. اعتمدت الفنانة سوسن في لوحاتها على تقنية الكولاج لما تحمله من رسائل فكرية وبصرية أرادت إيصالها من خلالها. فعلاً معرض رائع، لوحات رائعة تعبر عن البيئة الدمشقية، روحات فيها أشخاص، فيها حارات دمشقية عتيقة وقديمة وحديثة. دكتورة سوسن لاحظت أنه هي بتحب الكولاج وبتميز لوحاتها باستعمال بالكولاج يلي قليل ونادر عند الفنانين التشكيليين السوريين، هي من النوادر يعني بهالظرف بهاللوحات. هذا المعرض أهميته أنه هو يرجع للدكتورة سوسن زابي بعد قطعة كتير طويلة عبارة عن 10 سنين أو أكثر وهي بعدها ما عم تعمل معرض. فالمعرض هو عبارة عن تجميعة عن تاريخ من اللوحات اللي هي مرقت فيه وعملتهم، مثل ما شفتوا في لوحات جديدة، في شغلات أقدم، بس كرمال ترجع على الساحة لترجع تقدر تقدم الشيء اللي هي بدها تورجيه للكل. يعني بهذا الإتقان والحب يكون الفن عنواناً ورسالة لتبقى دمشق بعراقتها حاضرة بذاكرة الأجيال ومرسخة في عقول كل مبصر.